يو واتساب بدري، السلام عليكم. فيديو جديد، مرحبا بكم كلكم. فيديو جديد في بيتش بيوري ريسين، لعبة لاندر وايد. كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق اللي تفرج فيه في من ابسولوشن، قلت لكم عندي لكم بيتش بيوري ريسين، لعبة اندر وايد، اول مرة غادي نجربها في الشانل ديالي. مهم قبل اي حاجة تبلكش، اول مرة كتشوف بيتشو ولا كتسمع بيتشو؟ دابا ما كتشوفنيش حيت عندي قريب ندير كاميرا، قريب ندير كاميرا، ما بقاش كاع ندير التليفون حيت الشيفون فيه ستوكاج تاع مرض غيا. المهم ملي كنت اول مره كتسمع بيتشو، تبدا دابا تفرقع دير مال سبسكرايب، ولا كتشي من 20 ديالي مدير ليا سبسكرايب، تبدا دابا تفرقع دير مال لايك، وتبارطاجي الفيديوهات مع 20 مع اصحابك باش يشوفوا جديد وتشوف حتى انت جديد. وما تنساش تفعل الجرس باش يوصلك الجديد ديالي ان شاء الله. المهم 20 كيف ما كتشوفوني هي بيش بيو ريسين، نبداو معكم ببلاي. كاين بزاف الخصائص ديال الاعدادات ديال اللعبه. مهم اللعبة كيف ما كتشوفوا هنايا، نديرو مثلا كارير. دابا لعبوها عادي، فهمتوني؟ لعبوها عادي وشوية نقول لكم شنو الإعدادات ديالها وكيفاش تقادها وكيفاش 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 بزاف الحوايج. قبل أي حاجة، المهم تقعد تلعب، نلعبو مثلا ستاج معاكم. كل ما كتلعب مثلا شي ستاج كتبقى تربح واحد كمية الفلوس يمكن تشتري بيها طوموبيلة، ولا دير تبدل الإعدادات ديال الطوموبيلة ديالك، ولا شي بلاصة بحال هكا. المهم كيف ما كتشوفو هنايا، كنتمنى تسمعو المزيكا ديال اللعبة. واش كتبان لكم اللعبة تقيلة هكا حيتاش مداش الإعدادات ديال اللعبة في الأول؟ المهم ندوزو معاكم هاد الستاج هذا باش نديرو الاعدادات. هذا كيفاش زعما تدور التليفون باش تولي اللعبة خفيفة. المهم اشي ندير لكم من بعد. بغيت نقول لكم كيف ما كتشوفوني عندنا في الجناب ستوك الأسلحة. بالنسبة لي عارف الدقة دي ديال كراش، بالنسبة لي عارف كنت تقصرو فيها في بلاي دو. الناس ديال بلاي دو راهم عارفين. المهم راه بحال نفس الحاجة، كتقعد تاخد ديك الدوارات، كتقعد تعطيك السلاح. المهم لعبة ناضية، شي حاجة هربانة. ياو شيت، حنا والتاني. اجي انت تلاح، اجي انت دابا عاد. يلا انا الاول. كيف ما قلت لكم هاد اللعبة هادي كتمثل بحال اللعبة ديال كراش في بلاي دو، كنت كنقصر فيها شحال هادي، انا منهم. المهم ندير كونتيني، تعود الاعدادات كاع ارجعوا لهم باش تشوفوا، نوريكم جميع اعدادات اللعبه كيف ندير داكشي، فهمتوني كيف ندير. قبل اي حاجه تمشي لهنايا السيتينغز، هي الاعدادات، تبرك على كنترول وتبرك على الليسر ديالك الفوق هنا هاي هاد اللعيبه هادي، تبرك على ما هاك هاك ابركه التبركة قلاوك هادشي اللي كاين بلاتي كتخلى هكا، وغير الصوت هنا بلاصة الصوت يمكن لك صغر الصوت ولا زيد الصوت هنا بلاصة الكاميرا. المهم هنا كاين الصوت راكم عارفين، هنا الجرافيك ويم كريديت. او شي انت تاوك كريز زعما شكون مؤسسي اللعبة وشكون اسسها وامتى تاسسات. المهم داكشي التخربق ديالهم. المهم كاين فيها الاونلاين، ولكن خاصك تخلص فلوس تقريبا شي دولار خاصك تخسر فيها. وني على الجناب كيف ما كتشوفوا على اليسر كاين ديلي ريوارد، يعني نيو، يعني بحال كتقمر وفي ما جاتك كطيح الفلوس، يا في الذهب يا في الطوموبيله فاش ما جاتك، فهمتي؟ داكشي ديال ريسكي. كيف ما كتشوفوني عندي هنايا طاحت عندي فلوس هيك كيف ما كتشوفوا عندي فلوس. المهم نديرو عاوتاني كارير، نبداو عاوتاني شي ستات اخر. كيف ما كتشوفوني عندنا ابجريد نوركو عليها، الى درتي ديال الطوموبيله كل ما كتربح فلوس. كيف ما قلت لكم خاصكم في اي مرحله اي سباق خاصك تجي فيا انت الاول يا ثاني يا الثالث باش تربح في واحد الكميه فلوس، لكن الاغلبيه خاصك تجي انت الاول باش تربح واحد الكميه فلوس اللي هي بزاف، ماشي بزاف، على الاقل ديك 250. مع غادي تلعب اللعبه غادي تعجبك، تلعب فيها بزاف، انا متاكد تلعب فيها بزاف. المهم نبداو باش نفكو ستاج دغيا ويجيكم ناضي شي حاجه ناضيه وهربانه. يا بوي يا شت كونتيني
سيريال. انا يعني شتك خاصك تجي في الوقت المناسب، يعني تجي انت الاول، المهم تجي انت الاول. هاد اللعيبات اللي كتزيد لك في السرعه كيف ما كتشوفوا ناري كتقيله. يا شيت مين، وات ذا فاك، التحية لي التحية لي. او فاكين تيبرسني هاد اللعيبة الجناب ديال اللي هي اللي كنسجل بيها، هي كنسجل بيها هاد اللعبة. اي شوية الكاليتي ديال اللعبة هني بلا تسجيل، كتعطي الكاليتي ديالها ناضية، ولكن بالتسجيل كينقص الكاليتي ديالها. مثلا انا بغيتها ب 1080 في الكاليتي ديالها، هني في هاد اللوجيسيال عاطيها 480 كاليتي، فهمتوني؟ هذا هو المشكلة. المهم كيف ما كتشوفوني، وقيلا جينا السادس، وقيلا تأخرت بزاف، ما عرفتش انا جيت، وقيلا التالت. وي الحمد لله منين جيت انا التالت. المهم نفكر معكم هاد المراحل الاجزاء الاولين باش تشوفوا اللعبة كيف. I'm not afraid to die.
تنساش ليا لايك سبسكرايب، ولا عجبتكم ليكم الكماله ديالها او الستاج الاخر ديالكش قولوا لي في الكومنتر تحت. كنشكر كاع الناس اللي كيدعموني في جميع الفيديوهات اللي كنحطهم، واخا ما كاينش كاع المشاهدات بزاف، المهم كنشكرهم بزاف، هما بالاخص عشاناني تيدعموني باللايك وكل شيء كيتفرجوا في الفيديوهات، كنشكرهم بزاف. وبيس ليكم العشران، ديديكاس ليكم كاملين، ومع نتوقف في واحد النية. كان هذا هو بيتشو، نشوفكم فيديو جديد.